الغيث كان نافعا هذا الشتاء في أقصى الشرق، فسدود الولاية رقم 36 التي تسخر خيراتها لكل من الطارف وعنابة والمتمثلة في سد الشافية، سد ماكسا وسد بوغوس، امتلأت بنسب قياسية والتأكيد من مديرية الموارد المائية للطارف، حيث الأرقام تؤكد أن الأمور على ما يرام وتسير نحو التمام. السد الأول هو سد ماكسا حيث بلغت نسبة الامتلاء فيها 100%، سد بوغوس بلغت نسبة الامتلاء كذلك 100%، أما فيما يخص سد بوناموسا أو المدعو سد الشافية فبلغت نسبة الامتلاء فيها 31%. بعد رحمة الخالق لخلقه بهذا الخير الوفير، هل ستشهد عملية التوزيع نوعا من التغيير؟ النسبة المعتبرة لهذه الأمطار سوف توفر لنا مخزون نسبي للموارد الجوفية والسطحية، ونطمئن إن شاء الله المواطن سيكون في أريحية فيما يخص التزويد بهذه المادة الحية. إلى أن تتجسد الوعود، يأمل المواطن أن تتحسن الخدمات وأن لا يعرف الجفاف طريقه للحنفيات. رجع معمر 100%. والله جمات هذه شوية ناقص الماء، ولكن إن شاء الله ماذا بينا احنا نطلب من السلطات لازم الماء في رمضان، لازم الماء. الحمد لله الشتاء العام جانا قوي والبراجات تعمروا، ماذا بينا في رمضان يزيدوا يوفروا لنا من المياه. والنعمة من عند الله، راهي راهو جابنا الخير، يعني البراج متعمر الحمد لله على كل فضل. دخلنا على رمضان ولازم يوفرنا الماء لأنه حاجتنا به زايدة. الأمور مرشحة للتحسن أكثر فأكثر مع دخول محطة تحلية مياه البحر بدراوش الخدمة، ليبقى المطلوب عقلانية التسيير وتفادي التبذير، لأن الماء هو شريان الحياة الكبير.